حقيقة لما يعني الحين لما نتكلم عن الأمن وعن نحمد الله عز وجل، شوف يا أخوان، مهما كان موجود في الحياة من النعم، ما لم يكن هناك أمن ما لها طعم. ما لها طعم، هي الأساس. ولذلك الله لما امتن على قريش، امتن عليهم بنعمتين، إيش قال؟ أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، أعظم نعمتين. لأنه حتى لو عندك الأكل، ما انت جيعان عندك، لكن ما في امن، ما تلتذ بهذا الاكل، ما تجد لهذه النعم اي طعم اي لذة ما لم يكن هناك امن. فهذه من اكبر واعظم النعم على هذا البلد، نعمة الامن. وشوفوا الان لما صار الخوف والقتل والسلب والنهب في الدول المجاورة، كيف كانت الحياة؟ الله المستعان، الحياة جحيم. يهربون الناس من اوطانهم، من بلادهم، الاماكن اللي تربوا فيها، نشأوا فيها، شربوا ماءها، اكلوا من غذائها، تنفسوا هواها، استظلوا سماءها. لكن لما فقدوا الامن خرج. الله المستعان، ما في لذه موجوده ممكن الواحد يتمتع بها بعد ان يفقد الامن. نسال الله عز وجل ان يديم هذا الامن. يا رجل من الان يكفيك ابن الحلال، تطلع وتروح للبر من هنا وانت في امن وامان، والحمد لله رب العالمين. بيتك تنام فيه، قد يكون الباب مفتوح والأمان والحمد لله رب العالمين، وتمشي من الشمال إلى الجنوب، وتمشي تطق من الشمال للجنوب ومن الشرق للغرب وأنت في أمن وأمان الحمد لله. هذه أكبر نعمة، يمكن ما معك سكين، هذه أكبر نعمة. والله ما نعرف السلاح، هذه أكبر نعمة، فضل الله عز وجل، هذه أكبر نعمة. وأما بنعمة ربك فحدث، هذه أكبر نعمة، انك تطلع بعيالك تسيد وتبيد وتنام وتطلع وتروح، ومن مشاوير ومملكتنا الغاليه عسى الله يديمها علينا، المسافات مثل ما انتم شايفين تطق من الشمال للجنوب ومن الشرق للغرب وانت في امن وامان والحمد لله. يعني اسمحوا لي بمشاركه، انا اعرف ان عندكم الخير، تفضل يا ابو. لكن اعددنا المناسبه هذه وهي ما تكفيها والله، لو مهما نقول، لكن مهما تكلم الواحد ما توفي الوطن حقه، هذا استطاعتنا. اي ما توفي الوطن يا لا 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 يا لا 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 للملك والولي العهد والدولة نجدد ولانا، خدمتك يا وطن تعتبر تاج على رؤوسنا، خدمتك يا وطن تعتبر تاج على رؤوسنا. يالله يا ليلى يا ما قال للشي يكون بمره يكون، ويالله يا ليلى يا ما قال للشي يكون بمره يكون، يا من اجرى سفينه نوح في بحر وموجه تراكم، ويا من انجيت يونس من خطر حوت وبحر مليم، انك تعزنا بالدين وتعز الحكومة الرشيدة، واحفظ بلادنا وملوكنا والشعب من كل بأس، واحفظ بلادنا وملوكنا والشعب من كل بأس. يا سوي يا سلامي على اللي يستحقون الغالة والاحترام، لسرة اللي لهم في الطيب والناموس باعن طويلة، لسرة اللي لهم في الطيب والناموس باعن طويلة، يحكمون بكتاب الله وبالسنة وعدل مقام، لأن عبد العزيز موفق ورجال دوله ودينه، لأن عبد العزيز موفق ورجال دوله ودين، فاستقامت الأمور وبارك الله في عياله وحكمه،
يلا انت يا سعد الحايين وانك ترحم الميتين، يلا انت يا سعد الحايين وانك ترحم الميتين. ارحب ابو رشيد، تعال عندك. هلا ابو رشيد. ابو رشيد سلام. ارحب اسلم. ارحب 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 يا رجال. يا رجال ارحب الورد وجودك يا ابو خير. الله يسلمكم، هذا دليل على هلا. الله يسعد صباحكم يا هلا مرحبا ابو رشيد. خلوه حي. وشلون اي لاف يو ان ذا جاد. ما شاء الله هذا اللي تبغى. خرجت المواهب دي. تعال تفد. الله يسعدك. هذا اللي تبقى المحبه في الله. اي والله. بسم الله. يلا هيا. تعال عندنا هنا يا ابو سلمان. هوب يو هابي تايم. ودي اقابلكم. ابو قابلنا بس احنا نبي نسمع من قريب. يلا انتبه من ابو ترى ابو رشيد موسوعي. وين ما بغيت اقعد اجل يا ابو رشيد. هلا كيف حالك؟ الله يسلمك. الله يصبحك بالخير. تقوي يا حبيبي. ما هو لي فين جالك هذا؟ لا ما ابو سليمان. هلا عنك. انت خذ مكان ابو فزاع هناك. تعال ابشرك. تعال. لا لا يا حبيبي انا ابغى اقابلكم والله. خذ مكان ابو فزاع. اسمع ابو رشيد. سم. احنا اليوم في يوم غير. اليوم ايوه يوم سلمان بن عبد العزيز. الله اي نعم. ويوم الوطن ويوم الخير والبركه. وانا والله بديت في قصيده ووقفت فيها. ايوه ابغى اسمعك اياها. عطني اياها ضروري من جديد. يلا ما شاء الله وصلنا. يلا الحمد لك في نعمة غطت فروع الجبال. يلا يا رب تحفظ لا يلا يا رب تحفظها لنا وتجيرها من الزوال. الرخاء والتقدم والحضارة عمنا عم حظا غايب وحاضر والنعايم تجينا من جميع أرض الله الواسعة. والنعايم تجينا من جميع أرض الله الواسعة. يبلغ. يلا الحمد لك في نعمة ما لقياها غيرنا قد وصلنا الفضا ومن البحر نشرب من الماء الزلال. واسمنا صار بارز في المحافل والدي والشعوب تحت ظلال مقرن. يا عسى ربي يطول بقاهم واطلب الله يلبسهم ثياب الستر والعافية. واطلب الله يلبسهم ثياب الستر والعافية. عاش ابو حاتم. خذ العصا. يا لمقرن حرام لا حكم في ذا الزمن مثلكم غصبا عن الراضي والزعلة. والله لا حكم زي المقرن. آل سعود الله يحفظهم. يا لمقرن حرام لا حكم في ذا الزمن مثلكم شعبكم راقي ويسير خلف حكامه بدرب سليم. يا ملوك العرب يا فخرنا يا محققين العدالة شجرة طيبة فيها جنا ونعيش في ظلها. شجرة طيبة فيها جنا ونعيش في ظلها. جعل ربي يطول عمر سلمان بن عبد العزيز صاحب من إنجازات محقق أمجاد بوقت وجيزة. لكن فيه اللي يقلوب عدوى نهتراج في يوم يطرالها. اللي يقلوب عدوى نهتراج في يوم يطرالها. صاحب الحزم راع العزم واشهر واصحاب القرارات اللي سمعوا بها العالم وفهموها قريب وبعيد. اللي سمعوا بها العالم وفهموها قريب وبعيد.
يلا يا ربي انت احفظها وانك تطول بعمره وان قواتنا ترفع شعار النصر على المعتدي. يلا يا ربي انت احفظها وانك تطول بعمره وان قواتنا ترفع شعار النصر على المعتدين. من على منبر بدايه تجر الصوت يا بن حمود باسم جميع القبائل والمناطق والمدن والبدود. والله انا على الميثاق وعلى العهد يا بن سعود للملك والولي العهد والدوله نجدد. ولنا خدمتك يا وطننا تعتبر تاجن على رؤوسنا. خدمتك يا وطننا تعتبر تاجن على رؤوسنا. خدمتك يا وطننا تعتبر تاجن على رؤوسنا. الحبيب ابو فزوع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله تبارك الله. دربك مخضر. الله طيبين. على السلام. ما شاء الله. كيف الحال؟ الحمد لله على السلامة. ريحة الحجاز في ما مداني اوقع على طرف الطيارة. لا طيبين اربع ساعات بس. الله يا مرحبا. شغل الرجال عسى ما غرزت بس. هلا يا مرحبا حياكم الله. يا مرحبا حياكم الله. صباح الخير. حتى بعد يرد على جوالات انا مشغول. والله انها اربع ساعات مطار جده ما اخذت عيالي مشيت على طول. اقول الحمد لله زين انها ما فاتتك. اي والله الحمد لله.